السلام عليكم ورحمة الله يا اخواني، حياكم الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. الفيديو ديالهم ان شاء الله هو حول هذا الاودي اللي عندها كما قلتوا مع الديسبلاي متعطل. ففي هذا الفيديو ان شاء الله نشوفوا الكيفية ديال الاصلاح ديالو، وبالاحرى كيفية التبديل ديالو. اول شيء اخواني نقوم بازالة الباتري. والان نمشيو نزلو الديسبلاي. اوكي، الان بعد ما قمنا بازاله الباتري اخواني، فغنقوم بازاله هذا البلاستيك، هذا الغطاء هذا، يعني فقط يكفيك انك تيري هكذا وتيخرج. وهنايا عندنا يعني فيس، هنايا عندنا فيس ثاني في هذا المكان هذا، يعني ما يبانلكمش في الكاميرا لانه غارق شويه. يعني نقوم بإزالتهم ونقوم بسحب يعني الطابلو كومبليت وغيخرج عندنا. اوكي اخواني، كما شفتوا هو يعني الطابلو ديالنا. الان ان شاء الله نقوم بالفتح ديالو، وباش نفتحه لازم علينا هاد الاربعة لي فيس. اول شيء نفتحه، واحد اثنين ثلاثة واربعة. الان عندنا واحد عندنا هاد لي بلاستيك هذا هنايا كيبان لكم، واحد عندنا جوج عندنا من الجهة الاخرى. قوموا بإزالة اللي فيش هادو، هنا واحد هنا اثنان ثلاثة أربعة، قوم بالإزالة ديالهم. والآن نقوم بإزالة الكارت من هذه كومبليت. شوف الان غادي نقوم بإزالة هاد يعني الشوكة هادي ديال هادي ديال السرعة وهادي ديال دوران المحرك. يكفينا اننا الان كما كتشوفوا معنا حنا يعني قربنا نوصلوا للديسبلاي نتاعنا اللي هو هذا. اول شيء نقوم بإزالة يعني هاد لافيش هادي، هادي قام السحب ديالها الفوق، وهي الثانية ترك باش يولي لنا هذا فراي يعني حر. كنا نجبدو كما شاو جبدنا. اوكي،
عندنا واحد الكابل نتاعو، واحد الكابل اخر اللي هو هذا، تاو غنقوم بالسحب ديالو. عندو لافيش ديالو هنا، اوكي، وهذا هو الديسبلاي. الان نجيبو الديسبلاي ديالنا اللي شرينا. هذا هو الديسبلاي اللي شرينا، يعني ماشي ليس بجديد، لان يعني الجديد ليس موجود، يعني انك تشري يعني جديد من دار الاودي يعني ليس متاح، يعني هذا يعني كقطع الغيار، لذلك شريته يعني قديم في الانترنت. وغن نجربه ان شاء الله في التركيب ديالو. التركيب ديالو يعني سهل، وما هو شيء تركيب هاد لافيش هادي. صراحة الاشتغال في هاد القطع الصغيرة هادي كيتطلب واحد يعني الصبر، لان كما قلت لكم يعني قطع صغيرة ولازم تاخذ على الحذر، يعني لانها بسرعة كلها تكسر يعني بسرعة، فتنشغلو يعني بحذر تأني. اوكي، دخلنا وهذا غنقومو. هاي دخلت، قمت بإدخال هاد لافيش هادي، والآن يكفي أنني نضغط على هاد القطعة السوداء هادي. طق طق، الآن ركبنا يا إخواني الديسبلاي، فنقوم المسح ديالو شوية. والان الان ما بقى لنا غير نركبو يعني القطع اللي كنا ديالها. الى شفتو معايا هنايا يعني مريد السرعه وقف في العشرين، يعني الا خلينا هنايا يعني هادي بقى ديما ينطلق الانطلاقه ديالو هي 20، يعني فباش نرجعوه للصفر يكفينا نعملو هاد الطريقة هادي. تاك تاك تاك، كما كتشوفوا معايا اخواني، ف هما يعني الشوكات يعني الاثنين في نقطة الصفر. طريقة التركيب اخواني، ف يعني كما قمنا بالازالة ديالو عاودو ركبو، يعني ماشي شي حاجة معقدة. الان اخواني بقى لنا غير يعني التركيب ديالو في السياره ونشوفوا العمل ديالنا واش ناجح ولا لا. الان اخواني بعد ما ركبنا الباتري غادي نقوموا بتشغيل السياره، والحمد لله كما شفتوا ها هو الديسبلاي يعني شغال الحمد لله، هذا بفضل الله عز وجل. ف
كان هذا اخواني هو الفيديو ديالنا. الا كان عندكم يعني اسئله او اقتراحات ما عليكم الا تبعتوها لي في التعليقات، وما تنساوش تشاركوا في القناه وضغط على لايك الى عجبكم الفيديو. والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.